هذه الجنة لا يدخلها إلا الطيبين، كما قال الله جل وعلا في سورة الزمر أن الملائكة ينادون أهل الجنة فيقولون سلام عليكم طبتم، طبتم فادخلوها خالدين. وقد فسر أهل العلم هذه الآية بقولهم طبتم أي قد طابت أقوالكم وطابت أفعالكم وطابت أعمالكم وطابت سرائركم وطابت ظواهركم فادخلوا الجنة خالدين. وأما من كان من أهل الإيمان في أهل الدنيا وممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان عنده شيء من الخبث فإنه إما أن يطهر حتى يكون طيبا في الدنيا فيرسل الله عليه من البلايا والمصائب ما يطهره من معاصيه حتى يمشي على الأرض فلا تكون عليه خطيئة واحدة ليدخل الجنة طيب. ومنهم من يعاقب في قبره فيضم ضمة في القبر تزيل كل خبثه أو يحاسب أو يحاسب في القبر أو في أرض الحشر أو يصفى في نار جهنم والعياذ بالله حتى يدخل الجنة طيب، لأنه لا يمكن لا يمكن أبدا أن يدخل أحدنا الجنة وفيه مثقال ذرة من خبث، ولكن الطيب سبحانه وتعالى لأنه طيب، لأنه طيب جل جلاله ينادي عبده يوم القيامة فيقرره على ذنوبه ألم تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا فيقول بلى يا رب، فيقول الله وهذا كله من طيبه، انظروا إلى هذه من طيبه جل جلاله أنه يقرره على الصغائر ولا يقرره على الكبائر، فيقول يا عبدي ألم تفعل كذا، فيقول بلى وهو مشفق من الكبائر، مشفق من الكبائر، يعلم نفسه ماذا فعل، فيقول يا عبد ألم تفعل كذا، فيقول بلى يا رب بلى يا رب بلى يا رب، فيقول الله اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أغفرها لك، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيدخل الجنة. فيقول يا رب ما زال هناك ذنوب، لأنه يقول اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أقلبها لك حسنات، حسنات لي قلبها حسنات، لأنه طيب، والله لأنه طيب جل جلاله، لأنه طيب. فيقول العبد لأنه يطمع أن تقلب الكبائر الآن، وقبل قليل كان خائف أن تفضح، فيقول يا ربي يا ربي ما زال هناك لي ذنوب، فيبتسم الله وهنيئا لمن ابتسم الله له لأنه طيب، فيقول يا ربي يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فادخل الجنة. فيذهب فيأخذ كتابه بيمينه فيذهب لأهل المحشر وهو قبل قليل خايف أن يفضح أو خايف أن يؤتى باسمه، لا يريد الناس يعرفوه لما يعرف بما عنده من الذنوب، فيقول ها هم اقرأوا كتابي.
اللهم يا طيب، اللهم يا طيب، اللهم يا طيب، نشهدك على حبك ونشهدك على حب من يحبك ونشهدك على حب كل عمل يقربنا إلى ربك. فاللهم يا رب يا طيب، طيب أقوالنا وطيب نياتنا وطيب سرائرنا وطيب أعمالنا وطيب أفعالنا وطيب أخلاقنا وطيب زوجاتنا وطيب أولادنا وطيب مكاسبنا وطيب أرزاقنا. وحاشاك يا طيب أن تعذبنا ونحن نحبك. اللهم يا طيب، نشهدك على حبك ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يرفع درجاتنا وأن يغفر لوالدينا ولكل من قال آمين. اللهم آمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.